امشي ولاتي رزان برنوس حرير وقفطان ضوات المكان بزين هالفتان. شكون هذي راهم يدورين بها الغاشي؟ ولاتي هذي هي شوافة قام يهضروا عليها، هذي راه سوكسي في المرشي. حزدت خطها على تاج السلطان. شاهد الهضرة، شاهد الحكاية، هادو حكايات زمان ويبقاو في الدهان. مد يدك والمستور يبان يا مولاتي، مولاتي رزان. شادي مادي كلي راسي ادي هادي ولا هادي. يعني نشوف حاجة ما تعجبش السلطان عاشور. مولاي راني امرت باش يجيبوا لك كرسي العرش جديد، مالك في مقامك يلزم له يقعد مرتاح وراحتك هي راحتي. حتى انا خممت باش نبدل الكرسي، وهذه انت اللي امرت؟ نعم يا مولاي. يعطيك الصحه يا وزير، كان غير انت اللي تخمم فيا في هذا القصر. انا دائما في خدمتك يا مولاي. عاشور لازم نهضر معك. مولاتي واش رجعك كي شوفي راني ريونيو؟ هذه تهمك اكثر من الريونيون تاعك. واش راني واش خلصتك المصروف؟ لا ماشي دراهم. ما لواش نوري دخلها. شادي مادي شكون هاد المراه يا مولاي؟ شيخ الريميتي. ما راني عارف شكون المراه انا. لا عاشور غادي مي تهضر تفهم. مولاي اعطيني يدك نكشف لك الباين والمسطور. على بالك ما بركي تهضري مع عاشور العاشر. يدي عاشور غادي تندم، عطيها يدك. تسمى دوك انا يا على كبرين ولي نعطي يدي للمهابل. ها عاشور العاشر يعطي في يدو للمهابل. خلاص 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 غير كالموس. هاكي اسمعي، شوفي غير المكشوفه مسطور اختيك مولي يقعد بيننا. مولاي هذا اليد ملكيه وراي جايتها بلية بلية من القريب. يرمي حابين يبينوا روحهم يبوك مور دارك يبغوا يضربوك. دي سحرة يا مولاي، تحب تديلك درهمك ما تاخدش رايع. يا الوزير وش خلقك انت؟ خليها تكمل، كملي كملي. اسمعي حمقي لها لذيك ما قلت لي تاع القصر روح بيدو لك كرسي.
مولاي عاشور. أه؟ حبيت نقول لك واحد من الحاشيه ديالك هو اللي باغي يدير لك كوديتا. اه يا مولاي يا مولاي يا الله، حاب يولي هو الملك وياخذ الكرسي. الكرسي رايح يتبدل ويجي ملك جديد. وهذا الملك تكون عنده شعبيه اكبر من تاعك. ولي بدل الكرسي عنده حكمه، لازم تاخذ حذرك. هاي الهضره، هذه الهضره اللي ما نحبهاش. نوري خرج عليا هاد السحاره واعطي لها شي درهمات وهنينا منها. حاضر وزير، بصح انا ما عنديش صرف. مولاي انا ما جيتكش على جال الدراهم، جيت باش نحذرك برك. ما تنساش الوقت يفوت، الحنوشه يدوروا عليك وتندم. رزان يرحم بابك، ما تجيش تجيب لنا المهبل للقصر. ما بغيتش تفهم عاشور، جبدت لي حاجه تعرفهم غير انا، عطتني مامي اسمي يما وخاوتي، وجبدت لي على شي صوالح نعرفهم كنت صغيره. عاشور لازم تسمع لها، انا على بالي بلي عندها الصح. وباينه شكون راه باغي يدي الحكم. يا رب يا رزان، المراه مسكينه كانت غير تخلط غير تغنجق، ما كانتش عارفه ما بوش هي تهضر. وشكون هذا اللي راح يدي الحكم؟ الحكم راهو في يد ذوك عاشور العاشر، اللي يجي بعدي كاين لقمان 11، هذا ما كان. صح قالت لك بلي يديروا لك كوديتا، معناتها راهم باغيين يدوا الحكم بالقوه. وانا خاف عليك شوشو، عمري خاف عليك بزاف، وخاف كاش ما يديروا لك حاجه ولا يقتلوك. تخافي عليا يقتلوني؟ تخاف عليا انا؟ ما كان حتى واحد راح يقتلني، فهمتي؟ انا عمري ما مت ديجا. وزيد راه عندنا جيش الله يبارك، اللي راهو على راسهم خوك السبع ولا نسيتي؟ صوفي لبالك خوك اش ما راه يخطط. خويا يدور عليك، دايما واقف معاك. انا راني شاكه في الوزير تاعك اللي كله ظهره وتبدل وجهه مي كانت الشوافه تهدر. ايوا راك على قنديل. ايه قنديل، دايما كان مع باباك حتى اللي كلالو راسو مات الله يرحمه. اليوم توسوسه وداير فيك حال على بالك، او قبض كاع مخك. ماشي لو كان نرقدو خير. شدي شدي، خلي لي هذاك ثم. ولا راه يا راي قنديل، خي حال يا اخي، تصبحي بخير. حتى واحد يدي لي بلاصتي هنا. مولاكم جديد؟ مولاي قنديل الأول. ربي يقصر في عمرك ويزيد في عمرك مولاي. اليوم يبدأ عهد جديد، عهد ملك القنديل الأول. مولاي الملك عاشور العاشر. يعطيك الصحة يا سي الوزير. ربي يقصر في عمري ويطول في عمرك مولاي. واش عجبك كرسي العرش الجديد؟ كيفاش ما يعجبنيش؟ سبحان الله.
كيما شفتو البارح. شفتو البارح؟ حبيت نسقسيك يا الوزير، معليش؟ معلوم يا مولاي، بيان سور. شكون اللي قال لك جيب هذا الكرسي جديد؟ ياك هضرنا البارح ووافقت باش نبدل لك كرسي العرش. فرق تروحوا تجيبوا لي الكرسي القديم. مولاي الوزير ولي أمرنا باش نجيبوا هذا الكرسي ونرموا القديم. قنديل، من وقتاش وليت تعطي الأوامر يا سي؟ عمري ما عطيت أمر يا مولاي. حكموه. مولاي واش راك دير؟ ما تنساش بلي أنا الوزير، أنا اللي حطيتك على العرش. ما نبغي حتى واحد يعطي الأوامر في القصر من غيري أنا. مولاي راك حطة مش طارق ضربها، فكرتني بجايكل ماكسون. با 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 درت بابيليس. مولاي الفلون ديالك كالعادة بالشيكولا. يرعش زنزلة مولاي ما تأمنش. دوك نذوق ونقول لك. مهلا ذقتي. يحيى الملك عاشور، يعيش الملك عاشور. يا مولاي تعرف شحال راني فرحان، جامي فرحت كيما اليوم. يا فارس طنالي تفرح، ربي يستر. يا مولاي خسارة عليك، بصح فرحتني كي حطيت داك الوزير المسموم في الحبس. من بكري وانا نقول لك نيته ماشي صافيه، بصح كيما انت فرحتني انا تاني اليوم غادي نفرحك. واش الهضره راك تهضر فيها قدام وانت؟ اسمح لي، انا ما درتش الوزير في الحبس باش نفرحك. خلينا انا من هذا هذه ليسونسيال تاع كاش ما تفرحنا. يا ودي اليوم جيت من الحرب يا مولاي. وي ما سمعتش بها انا في الحرب. ما تقوليش باللي خسرته. ربحنا يا مولاي، بصح شحال كانت واعره. شحال بزاف يا مولاي. بصح هذه الحرب غادي تدخل في التاريخ وربحناها في خاطرك. يا مليح مليح بيان، ان شاء الله باك ما تكونش ليمت الجنود تاعنا. واقيلا لو درت غير تورنوها كابينه تكون بالسيوف وجاي دوك تقلي علي انا. ها مولاي درناها كونتر كسرى عظيم الفرس. فكرتني في الكسرى باللبن يا عصر، شو عندي ما كليتهاش. خليني نحكي لك يا مولاي. ايه كمل. شوف طلعنا لهم للجبل في الليل، غير طلع النهار بون ضربنا فيها قهوه وصباح راك عارف، ونهودو نتزرسحو جبناهم الارض. باين راك باين باين منا في يدك، باين بلي تزرزحت. هادي كي والو، هادي الحاله راها زاهيه والناس راهم يدفينو يا مولاي. خرج شوف عينيك. هم يقولوا 1 2 3 راك جاهر عندك شعبيه. فارس 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 سمعنا يا ما رانيش مبال. لا مولي غير راهم فرحانين وزاهيين كي ربحت المعركه. راك شتا عطبتني مولاي. بصح نقول لك حاجه، مالغري سا صافي بليزير كي الشعب يصفق ويغني ويرقص. درك هذا راني نحس شم داري تحس انت يا مولاي. انت راك حاب تزيد تكثر من هذه. يا سير حاجه مليحه بنينا صافي. أنا ميت، أنا ميت بالفرحة يا فارس. ما كنت ما كنت شوف 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 من الجهة. أنا قريب خدودي راح نبدأ الصفقة فارس. يا تركوني تركني أنا الجنرال تاعكم. أطلق لك مزير لي على يدي. أطلق قلت لك أنا الجنرال.
سال الجنرال فارس خذ سلطان رزان ونسيب السلطان عاشور. راني نعمركم بركة ما تعيط فارس. شوف انا وزير قنديل ودارني في الحبس. انت يا الناس كاع راهي فرحانه برا اللي راك مرمي هنا في الحبس. انا اللي ما فهمتش علاش رماني في الحبس بورتون بحت الحرب. كنت باينه تكمل كيما هاك. حطيتو في الحبس ملاوين حبيتين نحطو. ما تحشمش خويا نصيبك وخال ولدك وتحطو في الحبس. حق الخير ربح الحرب ورفد لك راسك باش ديرو في الحبس. ربح الحرب هذيك خدمتو فهمتي راهو خالص عليها. وانتي على بالك علاش حطيتو في الحبس؟ راك باغي تقول بلي طمع فيك ولا في ملكك؟ ياك على بالنا بلي الوزير هو اللي بغى يخدعك. وخويا علاش خوك علاش؟ لا 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 على كي درت الوزير ماشي فرح عجبو الحال بدا يدير فن نشو مشتيش هذاك نعرف البالكون ها يتمختر والغاشي يعيطو باسمه تسمى انا ولي ترونسبانو. بابا عبك بلي خالو فارس في الحبس او في الحج. امشي تلعب امشي امشي تلعب اشفع عليها اشفع عليها وحدك امشي. حتى ولدك وخوفته نقول لك حاجه عاشور راك رايح تهبل. نهبل انتم اللي حبيتوا تهبلوني وي. ونقول لك حاجه الشوافه هذيك عندها الحق. يعطيك الصحة عاشور. الله يسلمك. يعطيك الصحة. ياك دوك قلتيها. فراس حكموها. أكيد ديري غلطة مولاتي. انتي اللي درتي غلطه كبيره وبغيتي تهبلي مولاك عاشور. وصل حتى حط خويا جنرال فارس في الحبس. فارس راح غلطه صبر هو المفتاح. انا عندي حل مولاتي لو كانت تبغي تقتليني حتى حاجه ما راح تبدل. طلقوها. شوفي غادي نعطيك اون ديرنيير شانس لو كانت تزيدي تغلطي غلطه واحده ننفيك من هاد الدنيا. وش هو الحل؟ سهل الحل مولاتي سهل. هاكي مولاتي هاكي. هاد الحرز يحل كامل المشاكل. حطيه في فراش مولاي وغدوة تجيك حاجة ما كنتيش تستناي فيها. تحوس عليا ماما. انا صباح كنت باغي نهضر معك. بغيت نقول لك سمح لي على البارح اللي تقلقت. سي با غراف وديجا من حقك تتقلقي في الحقيقه باسكو انا اللي غلطت معاك بزاف. على باليش كامل واش صرا لي نقول لك الصح. معليش شوشو اللي صرا صرا. المهم فطنت دروك هذاك هو الصح. لا الحمد لله فقت دوك راني فريمون فقت. فقت باللي انت يا مرتي شريك بحياتي تحبيش عليا. ايه بصح انا ماشي حق عليا باش نفارقك على اخوك. ماشي بلاه واش درت. خوك خوك يكذب عليك ولا راني غلط؟ لا صح. مالا لذيك فكرت قلت لازم زوجتي رازان تكون مع اخوها. شارك تدير عاشور في بالي هبلته دفعت كواطك. لا لا كواطي راه ما عندي زاد تخصني غير الاس 12 ما خرجتهاش. ما بالك اي حقه ستات تحت المخده متبضح كي الشتا شابه ما ملي كريتور عجبتني عندك مش عارف علاه خليتيها منا فرغك غير سديتها لك منا. بغيتي ديري لي السحور تسمى حبيتي تهبليني ولا كيفاش؟ لا عاشور هذا ما درتها لكش كونطرا عليك درتها لك باش تفطن درتها لك على جالك عاشور.
اه وي اذا فطنت راني فاطم دوكا راني حاس روحي فريمون اون فورم على بالك يا رزانة عاشور طلقوني اه ترى رايحه للحبس قالوا رايحه للحبس مسخربه ما راحت تطلع على خالو وش بيك وانا على ما راحش معاها اه وانت تقعد معايا تقعد معايا باش نعسوا العرش وش بيك نعسوا العرش اه دير في بالك بلي راه معنا يدوروا بزاف العاديين محبين يديوه لي بابا مادامني هنا الريح ما يقيسكش هكذا تعجبني تعجبني كي تفكر هكا يا القمان على وليدي خاطش على بالك يا وليدي هذا راه مسؤولية مسؤولية كبيرة باش تكون على بال دوك بابا راه يكبر أنا راني نحكم بصح غدوة كي نروح أنت تحكم كي نموت أنا سلطان لقمان 11 بابا وقتاش تموت طلع عليا